مشاهدينا مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صون فيلد على قناتكم الفضائيه تيلي ماروك. في المعتاد مجموعه من الفنانين ما كيكونوش على الطبيعه ديالهم، وحنا بدورنا من هذا البرنامج هو اننا نخليهم على الطبيعه ديالهم. اليوم غيكون معنا على الطبيعه ديالو الفنان والممثل هشام الوالي. هشام مساء الخير. شكرا سي هشام على الاستضافه، ورمضان كريم بالصحه والسلامه، وسعيد جدا ندوزوا هذه السويعه معكم. الله يبارك فيك، مرحبا بك هشام. الله يبارك فيك. كنشوفك في العمل من رمضان لرمضان، كنتلاقاو انا وياك. وللاسف للاسف ما عرفتش شكون هذا الجهبد اللي اقترح ولا ربط اسم الفنان ولا الممثل برمضان. وهذا هو الخطا الكبير، وهذا هو من الحوايج اللي كنعانيو منها في الدراما. حتى ان ربما حتى السنه كلها كتلقى الجمهور يمكن كيتصور معك، ولكن السؤال اللي كيتبادر ولا اللي كيطرح عليك دائما قبل رمضان، واش غنشوفه في رمضان؟ وما كاينش شي ممثل ما كيضروش هاد السؤال، مع ان الاعمال ديال رمضان كتضيع وما كتشوفش، من غير الاعمال اللي كدوز مورا المغرب هي اللي كتكون عندها نسبه المشاهده. غادي نمشي وغنتكلموا على كل هذا، وغنتكلموا على مجموعه من الفقرات من البرنامج، وغادي نمشيو لاولى فقرتنا مشاهدينا، شكون انا؟ هشام الوالي، شكون هو هشام اللي معنا اليوم؟ بغينا نتعرفوا عليك اليوم اكثر ونعرفوا المشاهد اكثر على هشام. هشام الوالي هو ولد حي الشعبي، ولد حي العكاري، ولد باب وجمعه وامي عيشه، ولد العسكري كما معروف، ولد الفرملي، مواليد 1974 27/8. زادت في واحد الحي العكاري ما بين 8 ديال الاخوه. انا الوسط، يعني كاين 3 كبر مني واربعه صغر مني بعد الوفاه ديال اختي فاطمه الله يرحمها. في هذه العواشر هذه يرحم جميع المسلمين، اموات المسلمين. بقينا 7، يعني 3 صغر مني و3 كبر مني. اذا انا ترعرعت في هذا الحي، اكتشفت راسي قلبت على راسي. واحد الحي اللي بحال الحي المحمدي، فيه بزاف ديال الفنانه والكويريه. مثلا الدار ديال النحله اللي كنا ساكنين فيها، كان ساكن فيها الفنان الكبير عبد الهادي بالخياط، كانت فاطمه الركراكي، ثلاثي امل ناس، محمد خويي، بن عيسى الجراري، يعني واحد الحيل. هذو كلهم كانوا ساكنين في المنزل ديالكم. علان بن عبد الله الشهيد، علان بن عبد الله باقي الدار ديالو في العكاري، رئيس الحكومه السابق سي عبد الاله بن كيران ولد العكاري، يعني واحد الحي ولاد، وانا تربيت في هذا الحي. تما لقيت راسي وقلبت على راسي وانطلقت الى الحياه. هشام الوالي، انا كنعرف باللي انت عندك مع العمل الجمعوي بعدا، والعمل الجمعوي كان سبب في انلاقك مع لمياء الزوجه ديالك، عاود لينا كيفاش. هو تماما، انا كنت كندرس المسرح في واحد المعهد، وكانت الزوجه ديالي طالبه فيه. من بعد انا كنت كنمشي لدار العجزه، كنمشيو لدار العجزه، كنجلسوا معاهم، كنمشيو لعندهم، كنطي لهم الحلاق والحنايه، وكندوزوا معاهم ايام، شي حاجه زوينه الصراحه. ربما كنحاولوا نخفوا عليهم، وربما داك الالم وداك الوحدانيه وداك الخذلان اللي كيلقاوه من الابناء ديالهم اولا، ومن المجتمع اللي جا حطهم في واحد الدار وسد عليهم، هذا موضوع اخر. الزوجه ديالي كانت كتمشي لمستشفى الاطفال المرضى بالسرطان، وانا كنت كنتفادى، لانه كان يؤلمني انني كنمشي وكنتعلق بوليدات صغار، وكنجي لغت لي وكيقولوا لي راه توفى، وما كنتش كنت كنرفض. فإلى أنه واحد النهار جات تجي عندي البيرو كتقول لي واش ممكن تمشي معنا، يمكن أنت كفنان الصورة ديالك والحضور ديالك يعطي أكثر. وطلبت مني، قالت لي راه واحد الوليد صغير سميته عمر بغى يشوفك، بغى يتعرف عليك. فمشيت أنا وياها والطالبات ودينا داك الشيء. أنت ماشي بالنية، ما فهم، ما عارف، مسكين غادي. لا 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 ما عارف كاع. لا 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 والله ما دير، لا لا ما دير حتى شي حاجة، بالعكس، حيت هي طالبة وأنا أستاذ. لا زعما بعيد كل البعد، أنني نفكر زعما انت ما عارف والو، ولكن هي ربما هي كانت فكره انها تقرب منك. لا 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 لا، حتى هي ما تعرفنا على بعضياتنا، حتى عشنا ذاك بعض هاد اللحظات في المستشفى. واهمها انها فاش عرفتني على واحد الوليد صغير سميتو عمر الله يرحمه، وطلب منها يتلاقاني. مي مشيت عنده ولقيته في الاواخر ديالو، كنت كنجلس معاه وكنحط يدي على صبعه بحال هكا، وكنقول له الا حسيتي بيا زير، حيت ما كانت في الاواخر ديالو. شنو كان طلب مني؟ طلب مني انه نجيب له الكتمه التوني ديال البارسا، ونجيب له رشيد خويا، هذا الاربع، نهار الاربع. رشيد كان كيصور ذاك الساعه، كيصور واقيلا الصافيه والحسين، كان في طنجه. عيطت له قال لي ما عنديش الوقت، عافاك دير وجهي واحد الوليد خصك تمشي تشوفه
راه لا بد رشيد غادي يشد عنده الغولاش نهار الجمعه غيشد الطريق مع التسعود الصباح يفيق واش الطريق باش يجي نشوف الوليد الخميس مشيت شريت الكيتما ديال البرصا الجمعه مع السبعه الصباح كيصوني لي التليفون كتب لي الرقم ديال الام ديال عمر عرفت غير شتاك وانا نقول عمر توفى فريمون عمر توفى للاسف ما خداش داك الكيتما ديال البرصا وما تلاقاش رشيد وهذه هي اللي خلاتنا انا والمدام اننا نزيد نتشبتوا في العلاقه هنا تكلمتي على واحد لانيكتود ديال الحسين والصافيه وكيفاش تلاقيتي مع الزوجه ديالك وهذا كنظن ماشي بزاف شحال تقريبا دابا باش تزوجتي ب لا كوما 2008 دابا واحد 14 عام تبارك الله ما شاء الله تقول غير البارح والله الا غير البارح غير البارح حنا كنعرفوا دابا تبارك الله جوج بنيتات ووليد وما شاء الله الحمد لله الله يخليهم لك يا ربي الله يخليهم لك اخويا هشام هشام علاقتك مع الوالده الوالد عاود لينا شويه شوف عندنا ارتباط الحمد لله ارتباط قوي بالاسره وامنا به يعني ماشي غير حنا تخوتي كلهم يعني ماشي حنا لا انا ولا رشيد كممثلين القوه ديالنا والاسره ديالنا حتى الاخوه الاخرين ديالي اللي كيشتغلوا مهن اخرى كنفهموا باللي ان الملاذ الاول والاخير هو الاسره فواحد الوقت كنعيشوا واحد الفوضى وكنديروا اصدقاء وهم وهميين ولا كنعيشوا زماله وهميه وفي الاخير كنكبروا وكنوصلوا واحد لاج كتلقى ما كيصح الا الصح ما كاينش حسن من الباب ولا الدار ديال الوالده اللي تضيق بك وتسد في وجهك والعالم يقلب عليك كتمشي كتلقى الباب محلول ما كاينش حسن من حضن الوالده والوالد وما كاينش حسن من الاخ اللي يمكن يسمع لك بواحد التجرد ويمكن يفيدك ولا ماشي بالضروره يعطيك نصيحه غير لو فيت انه يسمع لك اذا كنقول الاسره فيها هي 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 هي, هي, هي داك الحياه اللي كنتكاو عليه هي السند ديالنا في الضراء قبل السراء رشيد خاك رشيد الوالي كيسمع ليك كينصحك كتاخذ نصيحته لان كيقولوا ان هشام الوالي تابع خاه في المجال انا ما غاديش نقول واش تابعوا ولا ما تابعوش انت تبارك الله عليك هشام هو رشيد بجوج بكم فنانين واش كتاخذ النصيحه ديالو لا يتكلم معك هي النصيحه ما كتكونش حنا علاقتنا ما كتكونش مباشره حنا علاقتنا كدوز مراحل لحد الان حتى في الميدان ولات عندي اكثر من 26 سنه الحمد لله ولا واحد التراكم واحد النضج واحد التروي واحد الهدوء ولينا كنناقشوا اكثر ربما هو حتى هو كياخذ مني كيف ما كناخذ منه النصيحه ما كتكونش مباشره اجي ننصحك ولا اجي لا ربما تجارب اللي داز منهم ونجح فيهم راهما بالنسبه لي انا نموذج يحتذى بهم وتجارب اللي خطا فيهم ربما نحاول نفتداهم اذا هي نصائح ولا يمكن طريقه غير مباشره كنستافد منها وهذا الشيء حتى مع اخوتي كلهم راه عندي ثاني عندي اختي وعندي خويا نور الدين وعندي اخوتي الاخرين كل واحد كياخذ منا على ذلك الحمد لله الميزان ديال كاين التكامل كاين التكامل وكاين التكافؤ هشام حنا كنتكلموا على الشباب وعلى العمر كنعقل كنتي تعرفتي بشخصيه ديال مول العاصر وكانت في احدى السلسلات المعروفه في المغرب القديمه من دار لدار من دار لدار منين شفناك من دار لدار زادت فيك حاجه وحده هو انك زدتي زيانتي ودرتي الدار هذو جوج حوايج قول لي واش كاين شي وصفه ولا من غير العمر خلينا من العمر عندك 48 سنه تقريبا 49 شحال عيد ميلاد ما بقى والو ما باقي واحد 3 شهور على عيد الميلاد والله انا ما عنديش وصفه والله انا احب الحياه شوف هادشي اللي نقول لك اي واحد يمكن يكون في بلاصتي يمكن يقولوا نحن نتجمل وكل واحد كيعطيك لا فاصاد ولا انا سولتيني على السر نقول لك والله ما كنهز في قلبي وراخيها وكنبغي هاد الحياه وكنامن باللي ان كنعيش واحد طمانينه نفسيه وروحيه ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى وما بيني وبين الاسره ديالي كنعيش السعاده مع بنتاتي مع الزوجه ديالي كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل صباح كنوض كنلقى الوالد ديالي بابا وجمعه امي عيشه حدايا تحيه لهم كنلقى اخ
بحال رشيد اللي كيحبوا المغاربه كلهم وكيتمناو يتلاقاو يتصور معاه انا حدايا وكيسمع ليا، والاكثر من ذلك ربما هو كيعيط ليا وهو كيبغي يجلس معايا. عندي اخوان ديال الاخرين، عندي اختي كتحن عليا، عندي خوت، انا راه واخا الوسط، واخا الوسط بيناتهم انا المدلل عند خوتي. دائما كيعاملوني كانني الصغير، كيخافوا عليا، كيخافوا لنجرح في ما يكون شي عمل، كتلقى اول مساندين ديالي. هادو هما هاد الجزئيات اللي كتخليني ونزيد اكثر من ذلك هو السبور. الجري دائما كندي بنيتاتي للغابه ليكول ديال المدرسه، وندخل للغابه عندي لاصال محافظ على راسي، وكتعرف الحوايج الاخرين اللي كيخليوك دائما الحمد لله. انت خويا هشام من الناس اللي بعاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كاينش الامور الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي. هو السؤال غادي يكون سؤالين. وحنا في الكواليس تكلمت انا وياك، شوف انا راه زعما تسمح لي غادي نقولها لان هذا هو الكونسيبت ديال بلا فيلت. سولتك على هشام واش مع او ضد فكره يتزوج مع وحده في المجال. جات الاخت لمياء الزوجه ديالك، تحيه ليها، اللي تكلمات ودفعات ووضحات، قالت لي هو من الاصل كان ضد الفكره. ما فيها باس، هو راي شخصي. علاش هشام كنتي ضد الفكره ديال جوج يتزوجوا في نفس المجال؟ هي كما قلت لك في الجواب ديالي قبيله، قلت لك هذا راي شخصي، وصعيب نقول لك انا ضد. انا شخصيا لو اتيحت لي فرصه انا نتزوج كان لا دابا ما تحلك الفرصه. لا 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 اتيحت لي الفرصه الثانيه لا سالت معايا. لا 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 هو 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 صعيب، لاننا دائما الفنان يتوق الى الاستقرار وكيقلب على الاستقرار ودائما يحتاج الاستقرار. هو ما كيعيش الاستقرار. راه شوف انت فنان وكتعرف راه الشهره ولا شيء كنعيشوه بحال الفلاش كيطرالك، كيضرب في عينيك وكتشوف واحد البياض، ومن بعد كتوضح لك الرؤيه. راه كنمشيو لراسنا كنحسوا براها، واخا تكون شوف تعرض في مسرح فيه الاف ديال الناس ويتصوروا معاك، راه ملي كتنطفي الاضواء وكيتسد باب المسرح كتلقى راسك وحيد. هذاك هذا الاستقرار شكون اللي غيعطيه لك؟ يعطي لك واحد الزوجه اللي عندها واحد العمل، إلا كانت ربات بيت مزيانة، إلا كانت تشتغل في الشغل عادي، ربما كتجي كتلقى الاستقرار أولا العائلي، الوليدات، كتلقى المتطلبات اليومية ديالك مجدة. صعيب على أن امرأة أو ممثلة أو فنانة معك ميدان واحد تلقى حتى هي كتكون محتاجة الاستقرار. وفقيد الشيء لا يعطيه اللي هو مفتقد الاستقرار. يعني بجوج بهم، يعني بجوج بهم أنا كتبان لي، ولا أنا ما نقدرش نوفق. أنا كهشام ما نقدرش، عندي متطلبات، أنا شوية الفشوش، شوية كنبغي واحد هذا. صعيب شي حوايج ربما تبان لك أنت أبسط، ولكن أنا صعيب نتنازل عليهم في البيت ديالي. لذلك الزوجة ديالي زاجها الله خيرا، أنا كتحاول ما أمكن أنها تلبيها لي. ها الطلبات اللي هي في البساطة ديالها واللي هي من اهم الركائز ديال استمرار الزواج، صعيب تعطيه ليا زوجه فنانه زعما ما تقدرش. يعني بالفعل، وهذه حتى المشاهدين اللي ربما خاصهم يعرفوها، ان الفنان يعني الوقت ديالو ما تيكونش ليه كله، ربما يجلس شهر او شهرين ويصور ثلاث شهور. تمام. فصعيب ان واحد يتزوج ممثله حتى هي اللي ممكن تمشي شهرين او ثلاث شهور. هو كيبقى اختيارات، هي كتبقى اختيارات في الحياه، هذه ماشي مشكل. والقضيه ديال مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبينش الزوجه ديالك ووليداتك معاك، ولكن انت حاضر في مواقع. لا ماشي بزاف، يعني في كل اسبوع كندير صوره ولا فيديو، يعني ماشي يوميا. وعائلتي ماشي من حقي انا، في نظري انا تنقول هما كلهم الزوجه ديالي والابنه ديالي عندهم الانستغرام ديالهم، كيحطوا فيه اللي بغاو بواحد المنطق وبواحد العقلانيه اللي كنسيرها انا عن بعد. ولكن ما ماشي يوميا ها انا الزوجه ديالي، انا والابنه ديالي، احنا خرجنا، مع انني ماشي ضد، هو اختيار. انا شخصيا كنبغي هذاك الكونت يكون بروفيسيونيل. الا عندي شي تصوير، الا عندي شي عمل، ولا عندي شي لقاء، راني كذا كذا كذا. حياتي الشخصيه ما كاين اخرين، ومنهم الاخ ديالي رشيد، هو مواظب واجور مع الناس وكيلقى ساعاتي. ما يمكنش نقول له انا كنشوف هو فرحان هكاك نقول له نكون كونتر. اما انا لا،
انا كنبغي تبقى حياتي الشخصيه محاطه شويه بالسريه باش تخليها هكاك بحلاوتها. هشام الاب مازال شوف مازال عندنا فقرات ومازال بزاف د الحوايج مشاهدينا غادي نتكلموا عليها، ولكن اخر سؤال في هذه الفقره، هشام الاب شكون هو؟ واش هذا هشام اللي كنشوفوه حدانا دائما مبتسم وظريف او لا كتكون صارم في بعض الاحيان؟ نتمنى شوف كون معنا واضح، لان راه الزوجه ديالك معنا في التورناج ونقدروا نسولوها في نهايه الحلقه. وشوف انا كأي أب باش تعرف الأبوة كتعاش بمراحل، ملي كتكون أول فاش تزادت مالك عندي أول بنت كنت كنعاملها بواحد الطريقة وواحد الدلال، وهي كتكبر وداك الدلال كيكبر. الآن في مرحلة المراهقة 14 سنة أو غدا 15 سنة لا كيتبدل الدور. أولا كل فتاة معجبة بأبيها، وأنت هو الأستاذ الأول ديالها، وأنت هو المعلومة، ولا يمكن بزاف الحوايج اللي تكتسبهم بالحياه كتشوفهم فيك انت من خلال، راه ما تنساش لان المفهوم ديال الراجل كتاخذه بطريقه التعامل ديالك مع ماماها. واش واحد الانسان اللي كيحط من المراه، واش كيسب، واش كيقصر الهضره، واش كيعنف، واش ماشي غير العنف الجسدي، حتى العنف اللفظي. اذا كنحاول ما امكن انني اول حاجه نعطي واحد الصوره على الرجل بلا ما نهضروا على جزئيات الحياه. انا تتعلمها كيفاش ما كنعلمهاش كيفاش تاكل السمكه، من اكثر انها كيفاش تعرف سيد السمكه. لذلك تلقاني على انني البروغرام ديال بنيتاتي وليداتي كتلقى دائما فيهم لي سالت سبور، كتلقى فيهم معاهد ديال التكوين دي. يعني كنحاول لا سومين ديالها تعمر على ياخذوا لو ماكسيموم في الحياه. مازال غنواصلوا معك هشام فقرات البرنامج. مشاهدينا، هشام الوالي ضيف حلقتنا اليوم من برنامجكم سون فيلتر. غادي نمشيو الفقرة الموالية ونتفكروا أيام زمان. هشام نتفكروا أيام زمان، هذه الفقرة أكيد هي باينة من العنوان ديالها، ولكن قبل ما نمشيو نتكلموا على طفولتك ونتكلموا قبيلة، تكلمتي لي على الزوجة ديالك ولكن ما كملتيش ليا كيفاش وفين تلاقيتو، غير بسرعة باش نمشيو. لكن ما قلت لك انا تلاقينا في لافيسان في المستشفى نوسينا في الرباط، ومن بعد ولينا كنتلاقاو شاك جو، واكتشفت الانسانيه ديالها اكثر من ذلك، واحد القوه كانت عندها، بحيث انني كنت شاك جو كنبكي انا في ذاك الحالات اللي كنت كنعيشهم وكنت عايشهم مع الوليدات الصغار، هي كانت اقوى مني لانها كانت سابقاني بسيني، وهكا تكونت بيناتنا الصداقه الى ان يوما ما انا فكرت فاش نتزوج. فكرت وكانت هذه نصيحه الوالد ديالي كيقول لي ولدي شوف كل شيء كيمشي، الفلوس والجاه والجمال حاجه وحده اللي كتزاد في الانسان هي الانسانيه. نهار اللي تزوج امراه تزوج على الانسانيه اولا واخيرا. اول وحده طاحت لي في بالي عيطت لها، كنت في الدار عيطت لها الو، حنا دي زامي، الو وي لمياء صافا كل شيء بخير، واش ترضي تزوجي بيا؟ سبحان الله، وهذه الدنيا وهذه الحياه، سبحان الله عليه السر، وحنا غاديين في 15 عام هذه الدنيا وهذه الحياه، والله يخليكم بعدياتكم. امين. هشام نرجعوا شويه للطفوله، واش هشام الوالي عنده ذكريات مع شي حرفه او شي صنعه او شي خدمه درتيها باش كنتي كتعاون على الزمان؟ وهو شوف حنا كنا في حي العكاري، كنا 8 ديال الخوت، وكان الاب ديالي ممرض عسكري. يعني بابو جمعه. بابو جمعه، تحيه لك بابو جمعه، الله يحفظه لنا بابو جمعه وام عيشه الله يخليهم لنا الفضل وراس المال. وكان الوالد ودايا 10، ومعنا جدايا 11، وواحد ولد عمي كيقرا معنا لا ميديسين 13، كنا واحد 13 في المجموع. والوالد ديالي عمر ما فرض علينا اننا نمشي نخدموا ولا نقلبوا على راسنا، حنا واحد لقيتها فهمنا على اننا الا بغينا عندنا الضروريات، اللي بغى الكماليات يمشي يديرهم لراسهم. يعني في واحد الوقت وانا صغير كنا في العطله كنا كنبيعوا شوينغوم في ستوب في لي فيغوج، بعنا عقلتي كنا صغار، هذه باش بدينا كنديروا ذاك البطاطا مسلوقه ولا البرقوق لا والسير، وكان الخضر والسير الاحمر كديروا في قريعه وكتزيد فيه الماء، والدراري ولاد الحومه ولا الزميطه كتحرق الطحين دوزنا الحويجات. ولكن من بدينا كنكبروا حدانا حنا ولاد العكاري، وحدانا السوق
اوتوماتيكمون ولينا كنمشيو للمارشي الكبير وكنتقداو حتى حنا السلعه مع 4 5 الصباح وكنجيو كنبيعو وكان منهم سي محمد خويا راه داس في الحلقه ديالك. نعم. رشيد خويا حتى هو كان كيبيع خيزو وباع دونك ولينا حنا كنوفروا لينا اللباس ديال الدراسه والادوات ديال الدراسه وحتى العطله اللي بغى يمشي شي عطله يتفطح خصو ينوض يخدم عليها. تسعقلت على رشيد الطفوله كان كيبيع في المارشي ياك بطبيعه الحال. قول لي شي طريفه شي نهار طرات لرشيد وجا عندك قال لك رشيد الواعره راه ما تبعتش ليا داك الكوربا ديال لا ولكن الواعره رشيد شارك ولاد الحومه كانوا كيديروا خيزو جات واحد لقيته كان خيزو موجود هو قال باش نتميز على الاخرين ما جابش خيزو داه للمارشي شد خيزو داه للدار ويشدو ويحطو في الماء رقدوه بدا كيمسحو بواحد الفوطه وداك خيزو بان نقي ضربات ال 11 ولا 12 ضربات فيه الشمس ويلوه صدق فينا المو باعو بالعرارم يعني تراس المال ديالو ما قدرش يجيبو بغى يقادو يسمع عليه ويزينو صدق خرج عليه هذيك باقي كنعقل عليها هذه ومن بعد اشتغلت دي جي اشتغلت فاش دوزت الكونكورد المحترف المسرحي لاني كنت كنحشم نقول للوالد الوالد عطيني ركب في الطوبيس كنت كنخدم في العراسات كنمشي نسربي في العراسات خدمت في دي غيستو واحد لقيت وليت درت محل الموسيقى وليت كنخرج في لي سواري كندير دي جي يعني جميع المهن الحلال اللي طيح لك على بالك اشتغلناها لان باش تاخذ القرار ديال دير المسرح ولا تقرا المسرح ولا تتبع المسرح خص تكون مقاد بها لان الاب ولا الام ديالي كنوصلوا واحد السن كيبغونا نتهنوا واحد المهنه اللي كتضمن لنا واحد المدخول واحد الاستقرار ومازال غنتكلموا في الفقره الجايه على هذا الشيء. الطفوله حي العكاري اشني الحاجه اللي كانت قريبه على قلبك اليوم افتقدها هذا الحي؟ هو الجار. انا كنت كنسكن في العماره فيها 36 جار وداك اللمه وشي كيدخل عند شي واللي ما عندوش الخبز ياخذهم عند الاخر ولا كان والديك غيتعطلوا الاخر ولا غيتبناك وتدخل وكنتفرجوا وماشي كلنا عندنا التلفازات وماشي كلنا عندنا الثلاجات هاد الحوايج هادو. الحاجه الثانيه الريحه اللي كانت في عمارتنا في الحي ديالنا في رمضان كنشموا ريحه الصفوف والحريره اللي ما بقاتش لحد الان الصفوف ما بقاوش كيتصيب في العيد. الصفوف سمح لي هي الحلوى الشباكيه لا الصفوف هو زميطه اللي كتصيب حنا كنقولها الصفوف يعني الطحين محروق وكتبقى سلو كل واحد كيقول له عندك في العيد كنا كنشموا ريحه الحاولي لانه واخا الديور كانوا عندنا صغار كنا حنا الحاولي كان كينعس معانا. دابا انا في واحد الاقامه ولا قبل ما بقيناش كنعرفوا ريحه الحاولي حتى واحد ما كيجيب الحاولي ديالو واغلبي ما كيعيطش واللي كيعيط ما كيعيطش في دارو واللي كيعيط كيحط الحاولي عند شي واحد اخر. كنا في الدراسه 7 الصباح كنشموا ريحه القهوه وفي الغداء كنشموا حيت كنا كنمشيو مع 7 وكنجيو مع 12 وكنتغداو داك ريحه الغداء هذا الشيء هذا ما بقاتش ولا كل واحد ولا كيقول يا راسي يا راسي كل واحد باغي الثقه كل واحد كيقلب على عالمه الخاص بعيد على العالم الاخر وصبحنا غرباء. داك العكاري ما بقاش داك العكاري اللي كنت انا عشت فيه وتعايشت فيه كونت فيه شخصيتي وقلدت فيه على راسي وشت فيه ذكريات وعشت فيه ذكريات اللي واقف عليها الان للاسف. وهذا الشيء ماشي فقط في حي العكاري هشام في جميع تقريبا الحياة في المغرب كامل اللي كنتكلموا على اي مدينه في المغرب وما عرف ولينا كنعيشوا الوحدانيه لان للاسف جا الهاتف جا التليفون هو سماوه للتواصل وبعدنا ولا كل واحد كنا كنقتسموا اشياء كانت التلفازه كتبدا ما بين 6 د العشيه حتى 12 الليل ما عندنا ما نديروا كنضطروا اننا نلعبوا بعضياتنا كنا الحومه جميع الالعاب لعبناها وحنا صغار وفي هذاك اللعاب وانت كتلاقى مع هذا وكيفلقك هذا وكيضرب هذا وكيتشكى كتكتشف راسك وكتقوي شخصيتك وكتعرف كيفاش تتعامل مع هذا الشيء ما بقاش كيعيشوه ولادنا. كان الجار كيدق على الجدار في ابسط ما هو شيء اكثر من ذلك ان كانوا كيجيو عندنا الضياف كنا نقدروا نمشيو عند مي فاطمه ومي فطوم الله يرحمهم ودقوا عليهم ونباتوا عندهم ولا ولادهم يباتوا عندنا. فاش شرينا حنا التلفازه كان الوالد ديالي جاب لنا التلفازه الجيران ديالنا كيجيو عندنا وكنتستفوا بحال وشي كيطلع فوق شي وكنشوفوا الكره وكانت نواري بلون باقي لحد الان كنقول كيفاش كنا كنشوفوا الكره نواري بلون كان تجي شمالكي ديك الساعه اغلبيه الحي العكاري كل كيبغي الشمالكي وحتى الكرات القدم كانوا نواري بلون نواري بلون والتيري نواري بلون لعابه لابسين كتقول كيفاش ولكن هذيك المتعه اللي افتقدناها اللي ولا كل شيء متاح عندنا الان في زر واحد في نقره واحده تتشوف العالم وافتقدنا الحويجات للاسف. هشام
انت في طبعك كنتي مشاكس وبين من شخصيتك كنظن، ولكن من طبع من طريقتك ومن حركاتك انا وبصدقتنا عارف ان انت انسان مشاكس وطموح تبارك الله عليك. ولكن السؤال هنا، واش هشام عذب بابو جمعه والام ديالك؟ يعني الام ديالك. شوف، هو المشاكسة كانت عندي هادئة جدا، أنا ما كنش كنجبد صداع، ما تفلقتش ما عذبتش والدي لا في الدراسة، بالعكس كنت هادئ، حتى أن إخواتي كنت تسولهم قول لهم شنو المهنة اللي يمكن يدير هشام، آخر ما يمكن أنهم يقولك هو يكون ممثل. يعني أنت كنت خجول جدا، كنت منطوي، كنت كنعزل بزاف في البيت، لذلك ما عمري ما كنتش كنجبد صداع بزاف لعائلتي، الوالد الوالدة أخوتي، حتى في الجيران ديالي بقت علاقتي معهم من الصغر لحد الآن، عمري بقى الأصدقاء كيف ما كنت في الصغر باقي لحد الآن. لذلك أنا ما كانش ذاك الشغب، وكان ذاك الشغب اللي هو بحلاوته. يعني انا كان عندي اخوتي وحدين، خويا رضوان حسين هذا كان على طياره، راه ما يمكن. اشني هي الزبله؟ هذا اخر سؤال باش نمشيو مع المشاهدين الفقره المواليه. اشني هي اخر زبله ولا الزبله اللي بقات لك في بالك؟ بقات لي بالي. هو في الصغر فاش كنا كنقرا وقيله في الشهاده الكثر الرابع ولا الشهاده، زهما بغيت نتفرض وبغيت نفرض راسي. مشيت انا والدراري حنا كبرنا حنا كبرنا مشيت انا والدراري، كان واحد الوقيته كنمشيو للتوت والمزاح، عرفتي الا مشيتي الشجره ديال التوت والمزاح راه شي حاجه. دخلنا لواحد القشله ديال العسكر، دخلنا الشجره ديال المزاح كنخطفوا كنخطفوا، جاو وما قبطونا ذاك لي ميليتير، قبطونا شنو غيديروا لينا؟ كاين اللي هرب، انا حصلت، انا بغيت ندير فيها راجل، هربوا ما يقول، جا واحد قال لنا اوقف اوقف، وانا نحط داك الشيء، قال لي اش كدير؟ قلت له اعترفت ليه، شدني داني ويدوز لي واحد طوندوز على شعري. انا دارنا مشيت على اساس غادي نقرا، خرجت مع الربعه مع السته، جيت وانا داير الشكاره بحال هكا، دخلت قلت لها الوالده مالك؟ قالت لها والو. شوف خويا ما عرفوش، دخلت البيت كيطلوا لقاوني قابلي الصلاه. وهادو احسن واجمل الذكريات ومازال مستمتعين معاك. ما تيقوش دابا درنا بقوه ما كان بين لهم ظريف، ما تيقوش باللي انا غادي نمشي وغنزعم وغندخل وغنطلع الشجره وغنحصل وغنقرع شي حاجه اللي ما بغاش تفهم لهم، تيقول لنا تنعاودهم الحدث وكيبان لهم ذاك الحدث راه ماشي ما قنعتهمش، نقولوا راه والله الله والله هكا بصح. مازال هشام الوالي مستمتعين معاك في هذه الحلقه من برنامجكم مشاهدينا سون فيلتر. غادي نمشيو اكيد للفقره المواليه، ولكن فقره سؤال جواب. سؤال جواب، لما كنتكلموا على هشام الوالي يقال ويشاع الا ما كانش هشام الوالي، اي بلوتو الا ما كانش رشيد الوالي ما يكونش هشام الوالي. هذا سؤال نقدر نعتبره انا تقليدي وتكون سمعتيه، ولكن مزيان اننا نوضحوا للناس هذه النقطه. سمعته لمدة سنين، كاين مدة سنين كانوا يقلقوني في واحد الوقيته فاش كنت باقي صغير، ولكن فاش بديت كبير وكنضج وكنفهم وفرط راسي احب من احب وكاره من كاره، عرفت على ان كاين الناس اللي كتناقش اصحاب العقول الفارغه، كتناقش الاشخاص، وانا كيعجبني شي واحد حاشا ماشي لشخصك انت كتنقل شنو كيقول، كاين الناس اللي كتناقش الافكار. يا ريت يجلس معايا وانسان ويناقش افكاري، وهنا يبان له الاختلاف اللي ممكن يكون ما بيني وبين راسي. اسيدي كيحصل لي الشرف انني نكون الظل ديال رشيد الوالي، ولولاه فين المشكل؟ بالعكس كنظن على ان رشيد الوالي فنان كبير، فنان صادق، انسان بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وفي المشكل؟ خويا، وبدينا واحد المسار جميل جدا والحمد لله، مسار ديال سنين عمرنا ما تناقشنا، عمرنا ما وصلنا شي، دائما الاحترام المتبادل، انا في الاعمال ديالو هو في الاعمال ديالي، واللي عنده شي مشكل الله يسهل. سؤال هنايا جاني لبالي، واش هشام كيشوف ان الممثل او الفنان لا كان عنده خاه او باه في الدومين كتسهل عليه اللعبه؟ واخا انا نقلب لك السؤال، في العالم شحال كاينين العائلات عندهم؟ راه اللي في المنطق هو هذا جواب على السؤال ديال القبيله، راه ما يمكن لكش تجيب ولدك وتردو فنان ولا خو. من بعد ما كيكون عنده موهبه الفن طبيعة الحال، وهي صعيبه. علاش؟ لان كاين انا هشام بن جلون وهشام الوالي عندهم
انت غادي غدير واحد الدور ولكن مجرد حتى الناس اللي غيشوفوك غيعطيوك حقك لانك ما عندكش شي حاجه من قبل ولا شي صوره ديجا واخدينها من قبل اللي يمكن يحكموا عليك عليها من خلال الدور ديالك. انا لا دائما اقارن باخي ولا بابي حتى ولاد الفنانه. لذلك في العالم ما كاينش قصار فنية اللي هي قليله على رؤوس الاصابع، ولو قلت لك هنا في المغرب ما تقدرش تجيب لي حتى ثلاثه ولا اربعه، واغلبيه حتى اللي كيكمل كيهرسوه بهذا التنمر وبهذا التعليقات اللي كتكون بعض المرات كتحطم الانسان. حتى انا واحد القطار كانت غادي تحمقني لان دائما تسمى المتطفل، تسمى المليق، تسمى تتعيش في جلباب اخيك و و و و و و هشام اليوم التنمر مازال كيضرك؟ لا والله لا، ولا الدليل على انني معمري مسحت شي تعليق، ومي كاين شي حد كيتنمر بواحد الطريقه مجرحه ولا خايبه كنكتب له الله يرحم من ربك. عمري ما وصلت ما رديت الاساءه بالاساءه غير هو. ما نساوش على ان هاد الناس اللي كيتنمروا ربما انا عندي هاد المقدوره وعندي فاهم وعندي هاد الرؤيه وعندي داك الغوكول، ولكن ما نساوش كينساو بلي عندنا اسره وعندي زوجه وعندي بنت ربما ما كيقراو داك التعاليق الخايبه اللي هي الصراحه انا 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 صراحه ما كيجونش بزاف الا اللي كيبغي يستهزئ بيك وكيعيط لك كيبغي خو رشيد الوالي طالع على حساب خوك اقتصاد الريع، المهم كيبقاو شي تعليقات تافهه. ملي كتدخل واحد الكونت انا تنقول للزوجه ديالي كنقول لها ندخل الكونت قبل ما ترد شوف شكون. اغلبيه 99% ديال هاد لي كونت كتلقاهم دي بروفيل ما كيديروش لي فوتو ديالهم شي سميات اللي ما معروفينش. هشام نقدروا نقولوا اعداء النجاح؟ وشوف طبيعة الحال هو النجاح عنده ثمن. شوف انا واحد انسان مسالم ما نقدرش نقول اعداء ضريبه النجاح. نقدروا نقولوا ان هشام الوالي عنده اعداء النجاح؟ هو صعيبه كلمه ديال اعداء، انا يعني كتحيلك بحال انك في شي معركه حاشا. كاين الناس اللي كيغبطوك والغبطه ما كتوصلش فيها شويه شويه الحسد شويه الغيره الزوينه باغي يكون بحالك، ولكن لا لان عمري ما كنت عدو لان ما كنصرفش الاخر شي حاجه خايبه باش يكون عدوي، وهذا الشيء فاهمينه وعارفينه. اللي زوين هو انني عشت مع رشيد النجوميه ديالو، فهمت بزاف الحوايج، وهنا كنرجعوا داك السؤال اللي طرحتي قبيله انا كنستافد منها. اذا انا فهمت شيء عادي انك من تنجح وتكون عليك الاضواء غتكثر عليك الاشاعات والتنمرات وكلام القبيح وربما ينسبوا لك شي حوايج اللي ما قلتيهمش. اذا هو داخل في المهنه ديالها وجزء كبير من المهنه ديالها. من بين الادوار الكبيره والكثيره اللي لعبتها هشام الشخصيه والدور ديال المغتصب مول العاصر، هاد لاكاسكيت ديال المغتصب بقات دائما شخصيه راسخه في الاذهان المغاربه. واش نقدروا نقولوا ان ديك الشخصيه الوحيده في مسار هشام اللي استطاع انه يوصل لعند المتلقي المغربي، او لا في ديك الوقيته ما كانوش يعني بزاف ديال 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 ديال, ديال كما كنقولوا الاعمال اللي نخليونا نشوفوا هنا وهنا وهنا اللي كتنسينا في ادوار اخرين ديال هشام الوالي؟ لا يمكن هذاك الدور راه دار في 98 دابا لحد الان واحد 25 سنه. هذاك زعما واش كان قديم داك الشيء؟ تماما هو الظرفيه هي اللي رجعته لانه ولا اليوتيوب ولات عنده قيمه ولا عنده حضور اكثر. كنت درت اصدقاء من كندا، درت الحي الخلفي اصدقاء من كندا بائع الكوكايين، الحي الخلفي كنت كنسرق انا وبوكال فوالا الاجنحه المنكسره الفيلم السينمائي اللي كان داز خدا جوائز عديده، كنت دري متخلنا وكنعيش في الزنقه وكنسعى. درت المجدوب، درت بزاف ديال الادوار غير هما كان فيهم واحد النوع ديال الشغف. كنت كنمثل الجيل ديالي كنعرفوا كتكون فيه الحركه وكنعرفوا انه كيقلب على راسو كيدير بزاف د الحوايج باش يفرض راسو. حتى لهاد السنين الاخير واحد ربع سنوات من ولا اليوتيوب عاد رجع داك الدور واللي بقى عالق بالناس، ولكن كاين ادوار اللي بقات عالقه على حفيد الحاج اللي كنت واحد الدور ديال متزين وكيتزوج وعنده وليد، يعني كاين ادوار، ولكن كاين بعض المرات سبحان الله العظيم كاين واحد الدور كيبقى عالق عند الناس هو هذاك ديال مول العصير في الاذهان. اكيد هشام انت كتشتغل شي خدمه اخرى؟ لان اللي عارف ان معلومات اللي عندنا وصلتنا ان كتشتغل في شركه النظافه ولا عضو في شركه النظافه.
شيء احكي لنا. لا 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 انا استاذ لماده المسرح في واحد جوج معاهد في الرباط، ما عندي حتى شي علاقه بالله. انت ماشي عضو في شي شركه؟ لا لا لا، هو الشركه ديال الصديق ديالي، وربما انني فيما كتكون شي ايفينمون كانت كتلقاني معاه وكنساندو. لا لا ما عنديش. هي كولابوراسيون. اذا كاينه شركه النظافه، كاينه القضيه. لا كاينه، حيت صديق وصديق عزيز. حيت حنا عندنا ناس ديالنا اللي كيشتغلوا معنا وكيتوجهوا وكيقلبوا، قالوا لنا باللي هشام لا والله الكاميرا كتشتغل مع هاد الشركه دائما. هشام ما عندش شي نصيب فيها؟ كنكون ما عندي حتى شي حاجه من غير الجانب الاجتماعي. لا اتقاضى شهرا ولا اتقاضى. ما عندكش نصيب في الشركه؟ ما عندي حتى شي حاجه في الاعمال الاجتماعيه، ما كيمشيو للسجون وما كيديروا اليوم العالمي للمراه والاحتفال بالموظفين ديالهم. كنكون دائما كنقدم لهم، كنحضر معاهم، كندير لهم الانيماسيون. ما عنديش يعني ما عندي حتى مدخل شهري من غير الجانب الاجتماعي هذه. ولكن كنقوم كذلك على انني كنكتب لي سيناريو، كان كمخرج. صورت الجزيره الوثائقيه حليم مخرج بدون هويه، الفيلم الوثائقي، عندي افلام قصيره اللي كنجول بهم. يعني من غير التمثيل كندير حويجات اخرين، اولا باش نبقى دائما في الميدان ودائما ما يكونش ذاك التباعد، وباش نضمن راسي مدخول اخر اللي يمكن يضمن لي واحد العيش كريم، لاني عندي اسره وصعيب على انني نعتمد على التمثيل بوحده باش نعيشها في واحد العيش في المستوى. قبل ما نمشيو للفقره المواليه، اخر سؤال بسرعه خويا هشام. علاش هشام الوالي ما شفناهش حتى هو بحال بزاف ديال الفنانين دار شركه الانتاج؟ لا ما نقدرش عليها وما نعرفش. ما نعرفش، وانا عايش واحد الحياه هادئه وبخير، ما ندخلش شي حاجه لراسي اللي غندن. كنفيق وقتاش ما بغيت ونعس وقتاش ما بغيت، من غندير شركه غندخل في حسابات اخرى. انا بعيد، عندي الزوجه ديالي مكلفه بهذا الشيء هذا، الله يحفظها والله يطول عمرها. وهذا خليني. الزوجه ديالك كتخدم معك ايضا المناجر؟ كتخدم فوالا، كتجي معايا لي كونترا، كتمشي تجيب لي لي كونترا، كتجيب لي شي واحد اللي هرب عليا ما بغاش يخلصني، هي اللي كتواجه. هذاك المواجهات اللي كنتفاداو حنا كفنانين، وهي في الصالح خصنا نبقاو بعيد عليها، هي كتقوم. نعم، شيء جميل. وغادي نمشيو اكيد معكم مشاهدينا ودائما في برنامجكم سون فيلتر على قناتكم الفضائيه تيلي ماروك، وغادي نواصلوا اكيد برنامجنا ونمشيو لفقره لاكتواليتي وضيفنا هشام الوالي. هشام، شفنا مؤخرا واحد الموضوع، لان هذه الفقره ديال الاكتواليتي تنتكلموا فيها على مواضيع اللي كتهمنا، وحنا كنعرفوا ان كاين بعض الفنانين اللي كيكونوا جوج الخوت في نفس المجال. وانا خديت هذا الموضوع ليك انت، لان انت خو الممثل القدير ديالنا رشيد الوالي، وانت هشام الوالي، كيف ما كاين المرحوم محمد الغاوي واللي سبق لي الله يرحمه داز معايا في مجموعه من 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 حلقات برامج، وايضا عبد العلي الغاوي اللي هو خوه اللي هو توا صديق ديالنا وخانا. شفنا المشكل اللي كان طرا بين عبد العلي الغاوي ومحمد الغاوي، والخلافات والدباز والصداع والكلام. انت هشام، شنو انطباعك كفنان وكانه ابن مدينتك على الموضوع؟ هما اصدقاء ديالي بجوج بهم. غتكون الشهاده ديالي. كون معنا صريح، الله يخليك في هذه الفقره. شوف، هو غنكذب عليك اذا كنت صريح، لانه سيدي محمد الغاوي راه توفى. صعيب نقول، حيت ما كاينش. واخا نقول شهاده، شكون اللي راه الله اللي شهد عليا هذا الشيء اللي غنقول. وعبد العالي صديق منذ سنين، وكنتلاقوا في اعمال اجتماعيه، وصديق وصديق عزيز. انا كنت قريب جدا للاسرتين، والله 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 الجوج خوت والله ما فيهم مشكل، كيبغوا بعضياتهم، كيحبوا بعضياتهم. المشكل هو ذات البين، فاش كان المشكل دخلوا اصحاب اطراف اخرى في الموضوع، والمشكل كان في العائله وخرج من العائله. لذلك دائما هي نصيحه لنا وخصنا نستافدوا منها، خمي تكون المشكل عائله، خليه يكون بيناتنا، ما كاين لاش نخرجوه. راه 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 اليوتيوب والسوشيال ميديا هو اللي كبر المشكل. والدليل راه شتي في الجنازه ديالو ولاد محمد الغاوي الله يرحمه مع عبد العالي، وكيفاش كان واقف من الاول. داك الشيء كبر ولا دخلوا اصحاب نيات سيئه وهذا كيوصلوا لهذا. ولكن انا عاشرتهم بجوج. لا عبد العالي كان كيقول شي حاجه على سمو محمد الله يرحمه، ولا سمو محمد كان كيقول على
هذه شهاده حق زعما ما انا ما مشيتش ان عبد العالي شيئا ما بالخرجات اللي كان كيقول اعلاميه قبل شيئا ما ظلم محمد الغاوي الله يرحمه. صحيح صعيب نقول ظلم، لا يعلم زعما الصرائر يعني كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، وانا هنا لا لقيت باش ندخل بيناتهم احسنا. هادشي عادي راه بين الخوت كيطرى هادشي، راه الخوت والازواج والاصهار والارحام كيتناقشوا، راه راه خلقنا لنتصارع، غير ربما في واحد الوقيته لا طونسيون طلعات وكثر القيل والقال ويمكن. ولكن انا حضرت في الاواخر ديال السي محمد، شت عبد العالي كان يوميا وقف الصباح، واش اللي كيوقف انا شهدت عليها شخصيا وكنا كنتواصلوا معاه يوميا. الله يصوب والله يدير الخير. شوف غنشرح لك نلخص لك المشكل اللي كاين، هو ان واش انت خوتك عمرك ما تناقشتو، كيبقى داكشي في الدار عادي الخلافات اللي طرا، هو ان القضيه ديالهم خرجت من الدار، مي كتخرج من الدار ولات العلن، مي ولات العلن كل واحد ولا كيفتي ولا كيقول كيفصل وكيخيط كيبغى. يلا نمشيو الله يرحمه الله يفسح الله يرحمه امين. هشام نمشيو للفقره الاخيره من البرنامج المواليه وفقره اللي غلب يعف. هشام اخر فقره من البرنامج اللي غلب يعف، عنوانها باين اللي غلب يعف. هشام بكل صراحه والسون فيلتر اليوم، اشكون هو الشخص اللي غلط في حق هشام الوالي اليوم وكتقول ليه سير اودي الله يسامح قبل الكاميرا ديالك؟ هو الصراحه بكل صدق في حياتي بصفه ما عندها عامه ما عنديش اعداء وما عنديش مشاكل وما عنديش نزاعات، الحمد لله غادي بواحد الهدوء في حياتي، الا ان في المسار ديالي في واحد في 98 2008 كان كنصوروا المجذوب واحد المسلسل اللي درت فيه تمارة، وفاش جينا باش نتخلص المونتاج خدا الفلوس ديالي وما بغاش يخلصني وتحداني بزاف ديال الممثلين ما تخلصوش. انا كنت من 2008 ل 2019 كل سنه كندير استجوابات وكنقول له انا ما نسمح لك لدنيا، كنت كنشوفه بهذه الطريقه هذه، وكنت كندير في كل سنه واحد الذكرى سنويه في الفيسبوك ديالي في الحائط ديالي، كنكتب كندير الصوره ديالو وكنهضر معاه بواحد كنكتب عليه واحد الكلام قد حيل شخصه، وبلي انه شفار وبلي انه بلي انه بلي انه، وهو ما بقاش في المغرب. 2019 كنت كنصور، جات عندي حنان الابراهيم الصديقه العزيزه قالت لي واحد السيد غلط في حقك بغى يشوفك، قلت لها مرحبا واخا انني ما عرفتش ما عنديش مشاكل مع حد. جلس انا وياه في القهوه كيدخل هذا السيد هذا اللي هو مصطفى يدين، جا وملتزم ودير واحد الحياه لهنا، جا قال لي قبل ما نسلم عليك انا شتو ضغط، قال لي قبل ما نسلم عليك واش غتسامح ليا؟ قلت ليه سامحتك دنيا واخره. بقى فيا الحال على ان هنا كنهضروا كان ممكن الصراع يبقى في المحاكم وما كنتش نخرجوا للعلن، لانني انا تصالحت معاه وبقى داك ما نسمح لك لا دنيا لا اخره، وهو عنده الزوجه ديالو وعنده الابناء ديالو، حرام انني تصالحت معاه. ولكن كنت موثقة على انني وكنت حاقد عليه واحد الحقد دفين، لانه خدا ليا يعني تقريبا واحد 9 مليون سنتيم عامين الخدمه، وانا يلا تزوجت وكنت محتاج وما عطاني والو، بقى في الطريقه اللي تهانيت بها في ذاك العمل. مي انا بقى في الحال اكثر لانني للاسف انا غير جا سمحت ليه دنيا واخره وفريمون سمحت ليه والتزم وجبد واحد 10000 درهم بكل صراحه ويقول لي ها اللي قدرت نعطيك، وقلت انا خديت عنده ذاك 10000 درهم، قلت له شوف الله يجعل البركه، انا راه ما كنت واخد والو، هذه كلها غير ربح، يمكن جات طرف الخبز لوليداتي. مي بقى في الحال لحد الان فيما كندخل اليوتيوب وكنلقى كنقول له ما نسمح لك لا دنيا الاخره، كيبقى في الحال عافاك اخويا مصطفى، غلطتي في حقي لمده سنين وانت مضيعني في حقي ومجرجرني في المحاكم، وفي الاخير انا اللي تنقول لك سمح لي، وان الله غفور رحيم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل هاد الاسف ديالي على داك الفيديوهات اللي بقاو، حتى وليداتك والزوجه راني قلتها في واحد اللحظه الغضب، وانا وياك خوت وغنبقاو صحاب دائما وابدا. اسمح لي اخويا مصطفى. ان شاء الله معرفته فالخير صراحه، وربما هذا التصريح اللي غيعكس تصاريح اخرى هشام الوالي. هشام كنت غنسولك في حاله العكس ولكن اكتفيو اذا ظهرت المعنى فلا فائدة في التكرار. هشام الوالي شكرا لك صراحة، شرفتنا اليوم، نتمنى ان البرنامج يكون الاعجاب ديالك وهذا الحوار
كان معك شيخ. شكرا لك هشام. شكرا سيدي هشام، ونتمنى سي مصطفى يدين يشوف هذه الحلقه ويقبل الاعتذار ديالي. شكرا. شكرا لك هشام الولي ضيفنا مشاهدي تيلي ماروك، وحنا معكم يوميا من خلال برنامجكم سون فيلتر على قناتكم الفضائيه، وسعداء بلقياكم. كان ضيفنا اليوم الممثل هشام الولي، على امل لقاء بكم يوم غد بحول الله كالعاده. هشام هذا كيحييكم على تيلي ماروك. بسلام عليكم.